سند وحضرتك من يعني الكوادر الموجوده في المحكمه مجلس الرياضيه، مجلس اداره اللجنه، وحضرتك سعيد بالتكليف ده او شايف انه امر مهم ان يبقى له دور في الرياضه المصريه؟ والله يعني ده شيء يعني حلم كنت بنادي بيه طول عمري وانا كاتب صحفي، انه النزاعات الرياضيه لا تنظر في المحاكم العاديه وسط الجنح والجنايات، واي نزاع رياضي طرفين رياضيين بشان قضيه رياضيه لا تذهب للمحاكم العاديه، تكون هناك محكمه رياضيه بترفع بعد كده اذا كان الطرف مش مصري للكاس اللي هي المحكمه الرياضيه الدوليه على اتصال بينا. فيعني الحقيقه يعني حلم تحقق والحمد لله انا بقيت عضو في هذه. وحضرتك شايف ان احنا كنا في حاجه الى هذا الامر للبت في الكثير من النزاعات اللي بتنشا في الوسط الرياضي؟ بالتاكيد، وما يعرض علينا وما ننظر فيه يؤكد ذلك يعني. طيب كابتن عصام، انا هقف شويه مع امر مهم كان اشار له التقرير قبل ما نتطرق لامور كثيره جدا طبعا اعدها زملائنا في فريق الاعداد وفريق عمل برنامج الاهلي يحاول، ان كابتن عصام عبد المنعم في بداياته تحمل المسؤوليه وتم تكليفه ليقف حارسا لمرمى النادي الاهلي والفريق الاول في النادي الاهلي في الستينيات، وعمر حضرتك في الوقت ده كان 16 سنه، كيف كان المشهد بالنسبه لك وكيف تعاملت مع حجم المسؤوليه في السن ده؟ طبعا يعني شيء يعني كان من قبيل الخيال في الوقت ده، وانا في فريق تحت 16 سنه، كان في فوقينا تحت 20 سنه، كان الكابتن مصطفى عبد الله مراسل الاهرام في روما دلوقتي، وبعد كده كان في الفريق الاول ثلاث عمالقه، عادل هيكل والروبي ومروان. انما يعني القدر لما بيحكم ان يصاب الثلاثه في نفس الفتره، يصاب الثلاثه في نفس الفتره، وما كانش في بقى الا انا ومصطفى عبد الله يعني، وكان هيديكوتي. ف اتمرنا مع الفريق الاول تمرينتين، وقع اختيار هيديكوتي عليا ان انا اكون الحارس يعني. فطبعا كنت يعني 16 سنه. كنت هايب الموقف قبل اول مباراه او خلال اول مباراه؟ لا شوف، هو بصراحه لا، لانه حارس المرمى اللي بيخاف هيبدا طول عمره يخاف. حارس المرمى ده لازم يكون تفكيره كمان يعني ما بيفكرش كتير، واحنا بنسمع حضرتك وقدامنا لقطات من مباريات ومن مرحله الستينيات وفريق النادي الاهلي، كابتن عادل هيكل وكابتن صالح سليم، دول طبعا الناس اللي احنا كنا بنتفرج عليهم من ورا السور، السور بتاع اللي تحت المدرجات بتاع الدرجه الاولى كده، وتخلص التمرين بتاع الناشئين ونقف نتفرج على التمرين ورا السور ده اللي انت شفته دلوقتي ده، ويجي مصطفى حسين يعني يكاد يضربنا عشان نروح نذاكر، لانه كان عنده قاعده انه اللي يسقط ما يجيش، لازم اللاعب اللي عندي يكون ناجح في دراسته عشان يتمتع بميزه ممارسه الرياضه، عشان يتمتع بميزه انه يلعب في النادي الاهلي. صحيح، ما عندناش حد فاشل تعليمي فاشل. فيعني قيم الحقيقه كانت الحقيقه يعني موجوده في النادي الاهلي، واظن انها يعني لا زالت موجوده، انما العصر اتغير طبعا دلوقتي، يعني مساله الاحتراف والكلام ده مش مساله التعليم والدراسه والمستقبل والكلام ده ما بقاش ليه نفس القيمه يعني، انما هي مقاييس عصر مختلفه. المهم انه يعني في قدر من الانضباط بيفرض على الناشئين كان في ذلك الوقت. كيف كان اداء حارس المرمى عصام عبد المنعم في اول ظهور له مع النادي الاهلي مع الفريق الاول وهو في عمر ال 16؟